من أجل البقاء بإذن الله. حظوظنا بشكل أكبر لخطف الصدارة وبطاقة التأهل المباشر. بالتوفيق للأخضر في ثالث مبارياته في هذه التصفيات، وهو يواجه المنتخب الكويتي القادم من خسارة في المباراة الماضية من أمام المنتخب الهندي الثقيل جدا في هذه المجموعة، بعد الانتصارين في أولى مباراتين من أمام المنتخب المالديفي ومنتخب ماينمار. انتصر على المالديف بالستة وانتصر على ماينمار 1-1، وبالتالي سيقاتل اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه للتأهل إن كان بالمركز الثاني، بعد أن تأتي نتيجة اليوم كأفضل ثواني من العشر المجموعات. لكن لدينا لقطة خطيرة أولى في المباراة، في المباراة، في المرمى، عن أي كرة ضاعت، عن أي كرة ضاعت. الدقيقة الأولى كان ممكن نقول 1-0 لأخضرنا، عن بداية قوية نارية لنجوم أخضرنا، للأخضر الناشئين في اللقطة الماضية. هنا التقدم، هنا التسديدة، أين التسديدة الأخيرة؟ أين التسديدة الأخيرة؟ ما توقعها بشكل مناسب محمد هزازي. هزازي لمسة 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 حتى، لكن أيضا يتقدم من خلالها رياض يامي. رياض يامي ينتظر، يناظر، يلعب البينية الطويلة، لكن التغطية حاضرة من أمام ثلاث لاعبين. حاول يامي أن يلعبها من خلف المدافعين لكنها مرت من أمامهم وبالتالي تخلصت، وبالتالي أتت الآن الكرة التي تستكمل لصالح أخضر على الجهة اليسرى. يا سلام على مرور، يا سلام على العرضية والتسديدة يا طلال. الكرة خطيرة خطيرة خطيرة، كرة عالية أمامية لصالح الأخضر، تتخلصها في المرة الأولى، عادت بعد ذلك على الجهة اليمنى، عرضية بشكل ممتاز داخل منطقة، هذه خطيرة. أين التسديدة القوية في المرمى؟ الله الله الله، على لقطة خطيرة جدا. هذه المرة ما تدخل عبد الله الأيوب، هذه المرة القائم هو من يقف مع الأزرق الكويتي في اللقطة الماضية. الاستلام بشكل رائع والإرسالية أروع بعد ذلك، ولكنها لم تذهب باتجاه المرمى. عمار، يا سلام يا سلام يا سلام يا فنان، عمار أرسل كرة. كرة بتعود عالية أمامية من خلف المدافعين بشكل ممتاز، وارسالية يا سلام. لقطة الهدف الأول في الدقيقة 20 تأتي من القناص الصغير اللاعب رقم 20 نواف البشري، يسجل أول الأهداف لدينا نواف، وبالتالي على الأهداف. لا تخاف لا تخاف يا أخضرنا، يرسل الفرحة الأولى للمدرج الأخضر الكبير، للحاضرين شباب وعائلات صغار وكبار. القناص الصغير يسعدهم ويأتي بأول الأخبار، لكن عينك على التمريرة، على التمريرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إرسالية بالملي على رأس نواف البشري اللي يضعها بامتياز في مرمى عبد الله الأيوب. عيني عليك باردة يا ياسين، ياسين خالد بالقلم والمسطرة بالملي على رأس القناص الصغير. عادت الآن البشري، يا سلام لم كرة البشري يرسلها لكنها ضعيفة ضعيفة، وبالتالي الدفاعات الكويت تشيل الأولى الثانية. ارتباك ارتباك واضح من جانب لاعبين الكويت في إخلاص الكرة وإبعاد الكرة. عادت الآن هزازي يعلي كرة لطلال، طلال طلال أطول من الجميع، يرتغي ويرسل كرة بالرأس لكنها تذهب إلى خارج الميدان، تذهب إلى ركلة مرمى. الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. اللقطة الماضية في اعتراض حاضر من جانب عبد الله الأيوب في التدخل على حارس المرمى، لكن طلال طلال سبق الجميع وطار وأرسل كرة. الجيل أبطال بطولة اتحاد غرب آسيا في 2019 وللمرة الأولى يجلبون هذه البطولة في تاريخ
الأخضر على مستوى الناشئين في 2019 هنالك في الأردن بقيادة عبد الوهاب الحربي. كرة أمامية فيها تحضير، تبحث عن طلال لكن إبعاد على مرتين. عادت الآن لصالح الأخضر من جديد وسط الزحمة، وسط الزحمة إرسالية جميلة في المرمى، جول ثاني لصالح منتخبنا الوطني، لصالح منتخبنا الوطني. القناص وسط الزحمة يرسل كرة لتعانق شباك مرمى عبد الله الأيوب. ما شاء الله تبارك الله على نواف البشري، عين ثالثة عين ثاقبة وسط الزحمة يرسل كرة في المرمى ويرسل فرحة ثانية. شوف شوف نواف وضعها ركلها بشكل جميل بشكل جميل بشكل جميل وسط الزحمة وسط هذا التراجع وهذا التكتل. القناص يرسل الكرة ويسجل ثاني الأهداف للأخضر الوطني لسقوط بجانب الأردن وتركمانستان وسوريا والفلبين. الثالثة اللي تصدرها أو الثاني اللي تصدرها إندونيسيا، لكن الآن نواف يتقدم البشري من أجل تسجيل الهاتريك. نواف نواف يلف ويدور يلعب لك كرة إلى طلال، طلال تسديدة، طلال مرة أخرى لكن الكرة تتخلص ولدينا قرار يشير إليه يوسكي أراكاي. يوسكي أراكاي في اللقطة الماضية يشير إلى خطأ على نواف. كل الخطر يأتي خلف هذا اللاعب رقم 20 القناص الصغير القادم خليفة ياسر. في اللقطة الماضية أرسلها إلى طلال حاجي، خطأ لصالح أخضرنا. لقطة أخيرة لقطة ختام كيف ستكون لنجوم الأخضر، عالية داخل منطقة بالرأس لكنها لم تتكمل وبالتالي مرة تعدت إلى خارج أرضية الملعب. طلال أرسلها، الإكمال لم يكن حاضر وبالتالي لقطة ختام عن هذا الشوط اللي تفوق فيه من تصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عام. من جانب أخضرنا كرة بتعود إذن إلى حارس المرمى، الكرة بتعود الآن لنواف. نواف من أجل ثالث الأهداف يحاول يقاتل الكرة على مجارف منطقة الجزاء. خطيرة جدا من جانب فرح الشمراني، عمل كبير من جانب نواف البشري، عادت إلى فرحة في هذا الخطأ المرتكب من حارس المرمى عبد الله الأيوب. نواف قاتل عاد الكرة إلى الشمراني، فرحة ركنها لكنها مرت بجوار القائم والاعتذار. لدينا خطأ لصالح الكويت قوية جدا. الله الله الله، هدف أول لصالح الأسرق الكويتي في أفضل وضعية في الشوط الثاني. يسجل الأزرق الكويتي من قذيفة قوية جدا عانقت شباك محمود البريم، قذيفة قوية من اللاعب رقم 10 الواضح في الصورة أحمد بودي. أحمد بودي يقلص الفارق الآن الأزرق الكويتي بالقدم اليمنى القوية القوية جدا عانقت شباك محمود البريك. وأخضرنا في اللقطة الماضية، ياهي تسديدة ياهي تسديدة مباقتة لحارس المرمى من مسافة بعيدة، لكن أي قوة في التنفيذ، أي رغبة في التسجيل، أي عودة الآن للأزرق الكويتي. يقلص من خلال عدد من الأسماء وعدد من النجوم، أحمد بودي الكندري سعود وخالد الكرة أمامية أيضا خالد الخركاوي. لدينا تسديد الآن قوية خطيرة خطيرة خطيرة، حذاري من هذا الكويتي، ذاك العداء اللي كان عليه الأخضر في الشوط الأول. ركلة زاوية على القائم الأول تبعد من خالد الخرقاوي في الإبعاد، عادت من جديد الجدعاني 1-2 مع الجناحي داخل منطقة بالرأس. الكرة مع خالد، خالد خالد يبحث عن شيء في اللقطة الماضية إلى ركلة مرمى. شوف هنا خالد الخرقاوي اللي كان يطالب على شيء في هذه اللقطة وبهذه المهارة، وإن كان هنالك شيء يا خالد فإنها خارج المنطقة. التدخل من جانب ياسين خالد
ورياض يامي أيضا بجانبه في الـ 92 وهو آخر وصول للأدوار النهائية والحصول على المركز الثالث في الـ 92. ماذا عن 2022؟ التأهل أولا وبعد ذلك الوصول للقب بإذن الله. كرة بتعود الآن للأخضر، تسديدة جناحي طلال يكمل. طلال حاجي الآسيوية والعالمية. فاضل الصراف مع تنفيذ الخطأ يلعب لك كرة أمامية لكنها تتخلص وتعود لتعود من جانب فاضل، أيضا يلعب عرضية خطيرة. الكويت، الكويت في الشوط الثاني شكل ثاني حقيقة، كادوا أن يعودون في المباراة وكادوا أن يسجلون الهدف الثاني البديل في اللقطة الماضية. المطير يوسف الكرة بهذا الشكل مرة أمامه، أو قاسم، قاسم هو من يشارك في هذه اللحظات. كرة أمامية الآن مطالبة على خطأ في اللقطة الماضية لكن حكم المباراة يعطي الاستمرارية. قاسم سلطان هو من يشارك على حساب نواف الجدعاني في هذه اللحظات، ومن الوقت بدل الضائع. كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية اثنين مقابل هدف وحيد حتى الآن، ليصل بذلك منتخبنا لصدارة المجموعة بفارق الأهداف. نظام الفوز في المراكز عن هذه المسابقة هذه اللقطة الماضية، وبالتالي من يصل في هذه النسخة بعد غياب نقدر نقول عن النهائيات. منتخبنا نعم تأهل في النسخة الماضية في التصفيات لكن المباراة البطولة لم تقام. الكرة أمامية الآن، خالد الخرقاوي يتقدم بالغ بالمهارة وبالمرور، وبالتالي كرة مرت الكرة على الجهة اليمنى لصالح الأخضر. يا سلام يا سلام، الكرة فيها تسديدة حلوة وجميلة، حلوة وجميلة. ومعها أيها الأحباب، أيها السيدات والسادة، صافرة الياباني يوسكي أراكاي تأتي لتعلن عن أفراح الأخضر، عن أمجاد الأخضر القادمة لنجم ونجوم الأخضر السعودي، نجوم المستقبل بإذن الله، ينتصرون في هذه المواجهة على المنتخب الكويتي وإن كانت الوضعية صعبة في الشوط الثاني.